رجعنا لكم من 25 دقيقة نبداو ساعتنا الأولى تسويت كي العادة بآخر الأخبار والأكتواليتي في جيم جيم با يا. جيم جيم با نبداو نحكيو على الأخبار تعودنا عليه هو نحكيو على إصابات الوفد والعدد الجملي والبلاغ معناتها آخر بلاغ لوزارة الصحة اللي أعلنت عليه اليوم عندها تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوفدين بعد إجراء 258 تحليل بتاريخ 6 جويلية 2020 من بينها 4 تحاليل في تم تبعة المرضى السابقين وهكا يوري 73,610 تحليل في العدد الجملي عندك 6 حالات إصابات جديدة وافدة كلهم بالكورونا بون تعرف كان نغزو صار الكاس المليان اللي احنا مسجلناش حتى اصابه محليه الحمد لله الحمد لله زادها حتى التوانسه اللي قادمين من برا يعني اليوم ما فيهمش برشا صحه تشوف معناتها العائدين وتشوف معاهم الاصابات قولوا لاباس ان شاء الله ربي يشفي المصابين وان شاء الله ما نزيدوش نسجلوا حالات اكثر من هكا بالكورونا ما نشوفوش عدوى محليه وما الى ذلك ونتعداو هالفتره هكا ان شاء الله علي امين الحمد لله واحد يقول انه الحالات ما شدناش حالات حتى الحالات اللي يبدو ما شدناش عدد كاتاستروفيك اكثر نهار ليلي 13 ولا 16 وصلنا بون ما وصلناش ل 15 ما كي نشوفوا سنين ثلاثه سته ربي يشفيهم هما الحالات هذوما هذا يندل على شيء انه زاد فما وعي كبير من الناس اللي جايه من برا صحيح فما استثناءات تاعك العبيدك اللي غادر الحجر الصحي وغيره لكن زاد فما وعي كبير من الناس التوانسه اللي جايين برا قاعدين يحترموا في الحجر الصحي ما سمعناش عدوى ما سمعناش واحد جاي من برا عاد شكون لحد الان معناه فما احترام هذا دليل على احترام الحجر الصحي نحن نقولوا ان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا وان شاء الله ربي يشفي اللي مرضى الكل بالفيروس نمشوا لتبعات الكورونا تعرف اللي احنا حلينا المجال الجوي البري والبحري نتاعنا كيما عديد الدول وعدد الدول اللي قررت انها تبقي على الكونفينمون ولا المجال الجوي المغلق والبحري وغيرها دونك بلجيكا من البلدان اللي اغلقت حدودها امام توانسه ورفضت السلطات البلجيكيه قبول مواطنين تونسيين على اراضيها برغم من عدم تفشي فيروس كورونا في بلادنا مقارنه بعدد من الدول العربيه الاخرى حتى الاوروبيه واصدر قرار من الفوضي الاوروبيه يقضي بفتح حدود دول الاتحاد الاوروبي امام جنسيات 15 دوله منذ نهار غره جويلية من بينها تونس والقرار هذا يعتبر تحدي او خرق للقرار نتاع المفوضيه الاوروبيه ما فهمتوش انا القرار حتينا. الحقيقه معناتها ما عرفتش شنو تفسيرهم البلجيكيين يعني السلطات البلجيكيه علاش اختارت تونس وقت الاتحاد الاوروبي قال تونس وجهه امنه وزاد قال التوانسه مرحبا بهم معناتها وتونس صار في بلجيكا دوله امنه راه وجهه امنه في المنطقه الخضراء يعني في المنطقه الخضراء نقاط استفهام معناتها حتى باش تقول لي احنا صنفناها فما توانسه اليوم عندهم مشاغل في بلجيكا فريات في بلجيكا ثم الاقراء وثم الاداري ثم برشا حاجات معناتها ممكن اليوم علاش بلجيكا هو ظهر لي عليه ظهر لي بلجيكا نحن حطيناه في الليسته الحمراء واستنكرت وقتها هاي بلجيكا حطيناها في الليسته بدلوها لا استنكرت وقت السفير نتاعها استنكر كيفاش موجوده في الليسته الحمر ممكن لا كنت هو متاكد انه بلجيكا اي ممكن تأملي هي ممكن انا اللي نذكر وقت فما السفير نتاع بلجيكا استنكر كيفاش بلجيكا يتم تصنيفها ممكن من الاول اي من الاول ممكن تغير تصنيفات راه ما ذكر كان وزاره الصحه كانت تهبط لنا كل جمعه ما تكونت تهبط كيف كيف بلاش صحيح ما ممكن انا نمشي في انها بلغتنا راس براس صنفتونا انتم في بيريود في منطقه حمراء تا نحن نصنفوك تا بعد نتراجعوا على القرار اما غريبه كما قال عليك كيفاش الاتحاد الاوروبي مصنفنا معناها بلد امن نحن والمغرب فما امر هو باش يتحل قدام 15 دوله لا والمشكل راهو نحن والمغرب وتزاير كتطور نحن بلد امن نحن من المغرب وتزاير انا نشوف المغرب وتزاير اللي صاير فيها اكثر منا برشا اكثر منا برشا وتزاير البارح نحن بارابور المغرب وتزاير ما عندناش كورونا راه بارابور راكي كنعملوا بورسونتاج عباره بارابور المغرب وتزاير عباره ما عندناش كورونا نحن في تونس صحيح مالغري هذا المغرب وتزاير اكثر واحده صحيح مالغري الجزائر سجلت 959 حاله وفاه المغرب سجلت 239 حاله وفاه موريتانيا ثالثه جي 133 حاله وفاه من بعد جي تونس في المركز الرابع يعني نحكيه على دول المغرب العربي في 50 حاله وفاه بعد ليبيا ب 34 حاله وفاه يعني شمال في الدول شمال افريقيا وهذا راه ليبيا كي تسمع 30 حاله وفاه تونس 50 معناها تشوف راه فما فرق الجزائر مسكنه معناها هذا كلنا خلينا نقولوا انه
بلجيكا معناها كي تمنع علينا الدخول بلجيكا يلزم الدوله نتاعنا تتحرك، خاطر فما ناس كما كنا نحكيو زاد عندها افرياتها عندها مشاغلها، فما ناس تحب تمشي لبلجيكا عندها ما تعمل، فما ناس توانسه يحبوا يجيوا لتونس من بلجيكا، معناها هذا غير مفهوم القرار، هذا مش مفهوم ويلزم الدوله تتدخل. به نمشيو لاخبار اخر، نحكيو على طبيب تونسي مقيم بالصين دكتور بسام سعاده. انا قيت الاخبار في وسيله اعلاميه اخرى من بعد فماش المصدر بيان سور، كي نشوف نلقاه هو تعدى معنا على راديو ميد مع اسامه السويعي، ما فيها باش ديما نذكر المصدر كيما حنذكروا المصادر نتاعنا نتاع اي خبر، هذايا داخل في الحرفيه وفي العمل الصحفي. به طبيب تونسي مقيم بالصين كي دخل اليوم ولا اليوم البارح داخل مع أسامة سويعي زميلنا اليوم صباحا، قال لي تمرست أول حالة مصابة بعدوى طاعون الأسود لطبيب، وهذا المرض باش يقتل 50% من سكان العالم في صورة عدم تطويقه. شنو قال بالضبط؟ قال المرض هذا اخطر من الكورونا وينجم يقتل بين 30 و50% كان ما يقعش معالجته. وقال المرض هذا يظهر في منطقه منغوليا الداخليه شمالي البلاد، محذرا من تحول المرض الى وباء جديد قد يهدد العالم كما كورونا وغيرهم. وقال لي تم رصد مريض اصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤره تفشي محتمله للمرض هذايا، وقال لي مريض يخضع الان للعلاج والعزل ان شاء الله فماش حالات اخرين. بالنسبه للعوارض نتاع المرض هذايا وان شاء الله ربي بعده علينا ما ناخذ فكره وكها، تتمثل تقريبا ياسر للكورونا صداع الميغرين معناتها وجعة الراس الرعشه السخانه الهذيان، وهو كما كنا قلنا البارح مرض حيواني المنشا. المرض هذا يجي من القوارض الصغيره فيران وليزانسيكت معناتها الجرذين اون فيت الفيران والجرذين صحيح والبراغيث زاد اون فيت زاد اي البراغيث ربي يلطف بينا، هذا هو حتى اسمه خوف الطاعون الاسود. اي الطاعون الاسود معناتها حاجه زاد كان يولي معناتها يتفشى الوباء هذايا مخطر حسب الكلام الطبيب التونسي هذايا راهو الطبيب راهو يحكي في شيء زاد ما فماش عليه برشا معلومات المرض هذايا ما نعرفوش الصين مو معناتها شكون باش تخرج معلومات عليه ولا لا الصين كانت خرجت راه السلطات اي خرجت ما قالتش حاجه كبيره قالت تم رصد حاله عدوى حاله وحيده حاله عدوى معناتها فما حاله وحاله عدوى حاله بوم ان شاء الله ما يتفشاش سينو من وباء باش نولي وهذا حسب الطبيب التونسي يعني مخطر برشا واخطر من فيروس الكورونا ويقتل ونجم يقتل حتى بين 30 و50% لطف لا قدر الله يعني هذه باش تولي بوم كان يتفشى تولي اباده نجم نقولوا معناتها ان شاء الله ربي يلطف بينا وكاو. انا الخبر يخوف كي تقرا انه وباء نجم يقتل 50% من سكان العالم، اما زاد مره راهو يلزمنا نفهموا راهو في الصين ديرنييرمون كل يوم مش كل يوم معناها بالصوص تاع كل يوم كل مره نسمعوا في وباء، لكن ولات كل توندونس بعد الكورونا ولات اي حاجه تطلع في الصين عالم كامل يحط عليها الانظار ويخاف من في الصين كوازاكي قداش في الصين طلعت فما تما الحمى نسيت شو اسمها هذيك زاد طلعت تيفيه ماهيش لا لا مش تيفيه واحده اخرى طلعت وقت البريود واصابه نتاع اي سي فغي في الصين اصابه نتاع مواطن ومن بعد طلعت تحكي بعد طلعت ريت ولات كل حكي الفوبي فوبي سي نورمال انا فوبي الوباء تو في العالم ريت اي مرض تو في العالم باش نخافوا منه او باه الخوف راه باه كي نخافوا باش تتحرك الناس وتاخذ حذرها ويفيقوا على رواحهم خاطر زاد في الصين ما عندناش ثقافه ان نردوا بينا من الاوبئه في بينا فماش اوبئه في العالم جير كورونا قالنا ليه راهو ليجين دو في نتاعنا وكيفاش نعيشوا راهو تنجم جينا وباء انا والله من حاجات من ايجابيات الكورونا انها فيقت العالم الكل انه الاوبئه راهو يلزمنا نحتاطوا منهم يلزمنا ناخذوا حذرنا منهم الامن القومي مش جيوش فقط وسلاح فقط الامن صحيح القومي صحيح الاطباء صحه وصحه معناها هذا كل مهم برشا ربي بعد علينا الوباء نحن وربي بعد علينا هالامراض هذه الكل ويخويا في الصين تنازلوا على شويه وخليونا كولوا علوش كولوا بقري كولوا حوت عليه كمونيه تنوريكم صحيح نعقد تفرجوا في برامج الطبخ في تونس نعلموك نبعثوا لكم كتاب تاع جميله بالي نبعثوا واحد عليه بالحق هذوما سبب الاوبئه راهو كان جاي كل مره تسمع هاو القوار الاخر هاو الخفاش الاخر ما نعرف شنو عليه فماش ماكلات اخرين كولوا ها ناكلوا نحن في ماكله الحمد لله صحيه ومحليه ما صحيه ياسر ماكلتنا
او موا ماهيش مخطره زاده ماهيش صحيه لا ماهيش صحيه وتنجم تعمل امراض لا تفرج دوكيومونتير دراسه على ماكلتنا ماكلت الشرق والمغرب العربي كبير وجنيرال فوحوا برشا فوحوا برشا مش نحكي على وبرشا شحم وبرشا نحكي على الحومات اللي ناكلوا فيهم نحن نحن ناكلوا في الحومات نظيفه على حاجات نظيفه مع التونسي اللي مازال يخلط على اللحم صحيت واللحم بون ما نخلطوش عليه وزي حاجه مهمه برشا لازم ما تخلطش على اللحم ما تمرضش دوله على مصائب قوم عندها قوم دوله على مصلحتنا راهي مغليه في اللحم تنزل على اللحم تنجم تمرض تولي او كل شيء يقولوا الدجاج حتى الدجاج غلى توا ضمك مي والله بالحق ربي بعد علينا كل مره باش نبقوا نسمعوا بوابه ربي بعد علينا والله امين ان شاء الله ولا نتاع لاباس 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 خنتفائلوا لاباس قلت ربي ربي بعد علينا بالثوم نحن ذوم ولبسه ما كثر توس طلع لك الثوم الثوم وشنو انا كونفينمون كامل ما عديتو غلا في وقت في وقت الكونفينمون لا مشكلة تي ليه شنو الكونفينمون كامل نغلي فيش كالاتوس كالاتوس يرحم ويديكم نعمل ساعه راهوانيات بالك دوي الكالاتوس والله دوي ودير الكالاتوس صوري صانعين بيه الدواء اللي يطلع زعما الكورونا هذايا. الثوم غلا وقت غلا برشا وقت الكورونا غلا. شوف الكونفيرمون سميد ما فماش تقول لي ثوم. احنا ما نخافوا من حتى وباء في تونس عندنا دكتور كمون. في بالك دكتور كمون دايوغ هو في بالوش بروح فرح على الاخر كي سمع اللي هو ينجم يلقى لقاح للكورونا. نمشيو لخبر من الضحك ومن التفليك وكل خبر ساد من امبارح كنا نحكيو على رقم الاخذ المخصص للاطفال والاعتداء بالعنف على الاطفال او تحرش بالاطفال وغيره اليوم تو دايوغ ما كنتش مبرمجتو الخبر خبر صادم وماهيش اون بروميير في تونس موجود اما لازمنا ديما قد ما نرد بالي من الاخبار هذوما خاطر فما صغيرات ينجموا يسمعوا الراديو ولا يتفرجوا في الفيديو قد ما نحب نسلطوا عليهم الضوء باش الناس تعرف لي سايزيست وبالسلطات تسلط الضوء ولا الناس المعنيه تسلط الضوء على الظاهره هذايا اليوم التونسيه الموقع التونسيه علموا انه وبناء على شكوى تقدمت بها والده الطفله تبلغ من السن 12 عام قاتنا بالمحمدية تؤكد من خلال اختفاء ابنتها لمدة يوم تم العثور عليها في حالة يرثى لها بعد ما تعرضت للاغتصاب من فلاح تجاوز عقده الرابع تم القبض على المعني واللي مواجهته بالمدرع حاول انكار في البداية بعد تراجع اثر تضييق الخناق عليه وين اعترف بانه قام باستدراج ضحية عن طريق ايهامها بانه باش يعطيها مبلغ مالي من اجل قضاء شان خاص دي ما تمشي بعضها بقضية بلغة اخرى ومن بعد حاول وجودها في عملية اختطاف تحت تهديد بقتلها أو حتى سكينة في وجهها ثم احتجزها لساعات داخل ضيعة وين قام باغتصابها عديد المرات. باش شنو باش تعلق على موضوع كيما هكا ما تلقاش الكلام ديما نعاود نقول انا نطرقوا الموضوع بصفة عامة وخطر الحساس وحساس برشا يلزم نشوفوا نعملوا دراسة نشخصوا بها الظاهرة هذية في تونس وعلاش كثرت المدة الأخيرة وعلاش الاعتداء على القاصرات يعني معمر علي كنا نقولوا شباب تحت تأثير دونك لازمنا نفهموا ويلزم الدولة تلقى حلول لمعالجة الظاهرة هذه سينو ما نجمش نعلق أكثر من هكا خاطر حقيقة يعني جريمة بشعة وموجود منها برشا موجود منها برشا جرائم الاغتصاب تويك ولينا نسمع في برشا جرائم اغتصاب فما حاجة حكيتها مهمة مروة أنه قبل كنا نقولوا هاو شباب ضايع صحيح وتحت تأثير المخدر وكهول واللي معارس واللي عنده صغار ويغتصب في 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 ناس في في اطفال ممكن اصغر من صغار وراه فين الحادثه محمدي في المحمدي معناتها والله بدون تعليق انا الحوادث هذوما كان مش نقول مريض نفساني باش نتسمى نبرر له ليه كان مش نقول هكاك وحش ادم ليه صح اخزر معلش اعطيني كان مش نقول انه مريض نفسي باش نتسمى نبرر كيف باش نقول راهو اللي يعمل فيه غلط الناس كل تعرف اللي يعمل فيه غلط حاجه كيما هكايا راهي ظاهره يلزمها معالجه لا اكثر لا اقل معناها راهو حاجات الاغتصاب والحرقه وال لازم نفهموا علاش اليوم هذا فما برشا حاجات صايره في البلاد راهي قاعده تتكاثر بطريقه غريبه ياسر راهو والتو عملنا دراسه والتو حاولنا نعالجوها الحكايه هذه شنو نعملوا اخر حاجه هاي السيد هذا اغتصب 20 سنه سجن هي 20 اما بعد هي ما هذيك العقوبه معروفه 20 سنه ولا اكثر ما نعرفش قديش انا عطيت شفر من عندي معروفه عقوبته شنو اللي يغتصب ما عقوبه كيك اي علشتش الظاهره من بعد السيد هذا ولا بعد اللي اغتصب قبله ولا اللي قبله ولا لازم تشخيص لازم نفهموا علاش هذا يصير في المجتمع التونسي الموجود اليوم علاش وين فما نقص وين فما ما نعرفش شنو ومن بعد نبداو نحكيو اما هكايا كل يوم مش نسمعوا اخبار بشعه سواء في الحرقه ولا في الانتحار ولا في الاغتصاب كل يوم نسمع اخبار كيما هكا باهي تربي يسترنا ربي يستر ولطفك ان شاء الله الدوله
وهل المجلس المواقر ينظر بعين الرحمة للظواهر هذوما بو ما هذايا بخيوريتي. عندي أنا ذوما أولويات باش تحكي في المجلس. الآخرين كل حكاية فارغة. نرجع ونقول ما فهمتش شكون سونسي لشكون نوجهه اللوم. شكون اليوم لازم ياخذ قرارات باش يحد من الظواهر هذوما أمان. مش باغي مازالوا عندهم ما يعملوا ما تاخذش عمر وما وجدوا. شنو الأعلام وحده يحكي يحكي عندهم مشاغلهم. ما نعملوا ما نجموش ياخذوا قرارات. عندهم مشاغلهم عذرهم عذرهم مروة لا هي متعبين في المجلس وشكون يفك حزب شكون وشكون ماشي مع شكون. سامحونا ان شاء الله ربي يصبرهم امها وصبر الوالده اللي تقال وين ليه والطفله نهارين لحظه حاجه اخرى بربي بربي فما ديتاي ايش عقده الطفله ليه الطفله ساعه لازمها التاثير النفسي من الدوله جودي بيان من الدوله واحد ثانيا فما نقطه اخرى مهمه نحب نحيي الوالد الطفله ذي برافو فما مناطق في تونس اليوم تتعرض بنتهم للاغتصاب وذي نحكي فيه نهار السبت في كنافوكا قاعدين مع بعضنا نحكيوا على الاغتصاب تحديدا خاطر هو السبيساليتي نتاعو القضايا ذوما قال لك اليوم لازمك تفهم اللي فما مناطق كي الطفلة تغتصب ساعات من العائلة لطف معناتها من حتى العائلات الكبار ما عندها حتى علاقة بنيفو انتليكتويل معناتها بالمستوى الثقافي يقول لك عار كان العائلة برجوازية يقول لك اسم العائلة وعيب وكان العائلات الاخرين يقول لك الطفلة لا تخدم ولا تقرا وشكون باش ياخذها وشكون باش درا شنو هكا استر عليها لين يجي اي واحد يتمزع عليها يكمل يغتصبها عمره كامل هذه الكلمة عندي انا مش عرس بها يكمل يقعد يغتصب فيها عمره كامل دونك انا نحيي الوالدة هذه اللي ألا يو لو كوراج كانت عندها الشجاعة والقوة في وسط الصدمة اللي عاشتها انها تتقدم للمركز الامن وتتقدم شكاية ضد الوحش هذية وتاخذ حق بنتها برافو وشابو با في وقت اللي احنا تو مانيش نحكي على خاطر منطقة نائية ولا داخلية ولا قارية ولا مش قارية قلت لك لي كاتيجوري كل فيهم الظاهرة هذية راهو دونك انا نقولها برافو وهذا اللي لازم يتعمل اليوم لازم ما عادش خافوا ما عادش نحشموا قال شنو عاهات وتقاليد الطفلة عمرها 15 سنة اغتصبها شكون مش ردوها غالطة زادة ومشوا نعرسوا لها عمرها 16 حسيد واي ما غير ما نتشنج خلينا نمشيو توا للبحر بربي مذيبنا البحورات الممنوعه البحورات الممنوعه ردوا بينا انا نتابع في الاستاتستيك برشا ناس غرقوا السنه في البحر معناتها في شهر اللي شفتوا عدد الناس اللي غرقت بالحق سي انورم وحاجه توجع القلب دونك معهد الوطني للرصد الجوي يحضر ديجا ويكاند كيم ومن قبل الويكاند ماشي انا وقتها كنت غايبه الاولاد انتم في بالكم بالتحذيرات وكنتوا حكيتوا عليهم اليوم معهد الوطني للرصد الجوي يحضر مره اخرى من السباحه اليوم في سواحل بنزرت تبرقة وطن القبلي احنا مع حمامات ونابل وسواحل تونس الكبرى اما سواحل تونس والمسير والمهدي في البحر يكون هجد الاضطراب وتبقى سباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بشواطئ جبس والمدنين تي معناها ما تعوموش وكا ويخوي اختار ممنوع المشاكل ممنوع البحر في الطقس هذا يخوف يعني لقدر الله تنجم تصير حالات نتاع غرق دونك ننصح الناس ما يمشيوش شوق لكم الشواطئ او نحكيو زاد على مستوى جهه والى هنا في ولايه نابل يعني البحورات حمامات ونابل وقليبيا هوريه وغيرهم يعني ممنوع السباحه راهو طقس خايب برشا وانا نحب نقول معناتها للناس الناس لازمها تحترم القرارات هذه راهو لا قدر الله تنجم تقول انا عوام ولد بحر ونعرف وما يصير لي حتى شيء لكن انا زاد هاني نقول لك راهو احنا نعرفوا زاد البحر غدار دونك قد ما تعطيش الامان للبحر في طقس كيما هكا راهو يخوف ردوا بالكم ارواحكم على صغيراتكم توا مازال الصيف طويل توا تتحسن الطقس ايامات اخرى وتمشيوا تبحروا وتشيخوا تفردوا ربي قدر الخير انا شفت فات اخبار اخر في مازال هما ما يقول لك الرياح من منتظره تتواصل تتواصل معناتها ممكن ترك نهارين تتواصل اسابيع باش تتوالى المده وكانوا الخبراء في العالم الكل قالوا السيف هذايا باش يكون ان بو سبيسيال الطقس فيه باش نشهد عديد التغيرات المناخيه والمناخ في العالم الكل بدا يتغير صحيح في العالم الكل نحكي الصيف من الشتاء والصيف من الربيع والشتاء من الخريف يعني المناخ بطبيعته بدا يتغير امين بون ردوا بالنا انا واحد من الناس شنو الموت عندك تبحر في طقس كيما هكا وانت ماشي وتعرف انه فما ريسك معناها عباره ماشي تحرق انت كي الحرقه هذيك قال لك عباد تموت علاش ماشي تبحر معناها سبحان الله برا برد في بلاصه امشي للبحر ابقى على الشط ما لازم تعوم معناها خاطر فما عباد راهو يمشي للبحر حتى يشوف الموجه زوز متر يدخل يعني وصلت يلزمني نعوم علاش وصلت يلزمك تعوم ماهوش راح يلعب بحياته ماهوش فرض انك باش تمشي تعوم ايامات ايامات وكا هو صحيت ايامات هو مازال صيف طويل الصيف يوصل حتى نحن حتى لاكتوبر الدنيا سخونه نحن في تونس معناها في اكتوبر ناس تعوم معناها مازال اوت مازال سبتمبر مازال اكتوبر تنجم ماهو مازال البحر ما نسرعوش تمشي نهار هكاك عليه تخسر
حياتك ولا تخسر عائلتك. ربي تخسر. ربي يحفظنا، ربي يحفظنا بربي اللي راني نشوف الاخبار توجع القلب. فما دايغ اليوم تفرجت في الصباح في الماتينال نتاعنا مع فتحيه وسحر والجماعه، دخل شكون ديما كصلحوا لي اليوم البارح ديما ضايعنا في الايميتا، طفل اللي في قربه اسمه هارون غرق في البحر لتو لقاوه، يدل لي عنده اكثر من جمعتين، معناتها شر ربي يستر صغيراتنا وحتى كبارنا. وكان نذكروا غرق عائله كامله لهنا زاد نسيت وين سير حوادث، معناها لا لا سنيك هي ديما تصيب بصفه خاصه، راهو برشا ناس غرقت. مش نفجع فيكم، عملوا جو في الصيف عموا، لكن بربي يردوا بنا وناخذوا بعين الاعتبار تحذيرات تاع معدل تنين للرصد الجوي. فوالا كانت هذه جمجمه على اليوم. جيم جيم با